السلام عليكم المتابعين، كي دايرين؟ صافا لاباس؟ نتمنى من الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الاحد، قال لك النهار الاحد ما كيكون حد، ولكن حنا تجمعنا الحمد لله. كاين انا، كاين البروفيسور، كاين كمال، كاين الام ديال كمال، كاين الزوجه ديال كمال، كاين حسنيه، كاين الوليدات ديالهم. الله يخلينا دائما مجموعة يا ربي. نتمنى من الله كامل تكونوا بخير وتكونوا على خير، والله يعطينا الشتاء على قد نفع. اليوم تجمعنا عند البروفيسور. دابا اليوم حنا معروضين عند مصطفى. السلام عليكم. وجدوا راسكم غيطيح التبروري دابا، ماشي جدا التبروري، ويقول كيف الله. الله يسهل عليه خويا مصطفى والمراه ديالو والوليدات ديالو. نتمنى ان ربي يرزقو ويعطيه الخير. وبعد المرات يكون النهار عندك غادي مزيان وكتجيك شي خبر الله يسر، والدماغ ديالك كيتشقلب، ولكن قال لك على نية، قال الله سبحانه وتعالى على نياتكم ترزقون. الانسان يمشي غير بالنية ديالو، يكون قلبه زوين ربي غيسهل عليه وغادي يتفسحوا له بيبان الخير، وغادي يوصل لشي حوايج ما عمره كان كيصدقهم ولا كيتسناهم ولا كان كاع جامي تتمناهم، لان ربي كبير. الانسان يكون قلبه بيض ويكون كيبغي الخير لخوه المسلم، باش هو ربي يسهل عليه. اما من تنقول هذه القضيه ديال الانسان يكون قلبه بيض، فراه فيها معنى وفيها ميساج وفيها، فالله يسهل على الجميع. كتكوت بوسيني بوسيني، الله يعز بناتي انا. اللي بغى يبوسهم ولا يسلم عليهم مرحبا، ما عندهمش المشكل بحال باهم. المهم مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو هذا. حنا غنديرو قسم معنا خويا مصطفى كمال، هو معنا السي كمال. تحيه للمتابعين ديالنا، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه. اليوم كنتواجدوا عند خويا مصطفى البروفيسور. كان كلكم كتعرفوا ان كان توفى خالو، حنا دائما يعني بيناتنا كنمشيو عن بعضياتنا، فكانت هذه فرصه اننا نجيو كذلك نباركوا لي الدار. البروفيسور ولا عزب لزوفريك فهذه فرصه اننا نجمعنا معنا الزوجه ديالنا كذلك معنا جمال الحسنيه، الزوجه ديال البروفيسور اللي كان الله يسلمنا منها كذلك، هي اللي وجدت هذا الشيء كامل. وخيركم في داركم اكيد، نلقاكم في الجنه. فضاحكين ناشطين، وصراحه مع دابا جمال قرب لينا صافي، دابا كنتجمعوا كاملين، دابا ما كاين حتى التجمعات، كنتجمعوا كاملين، كنتلاقاو كاملين، كنمشيو للقهوه كاملين، وكذلك كنمشيو عند بعضياتنا. البروميسي كيما قلت، واش نقول لك؟ أول حاجة مرحبا بك. البروفيسور تيعرف. كمل. البروفيسور تيعرف. مرحبا بيا. سير البروفيسور. مرحبا بيا عندكم. واش نقول لكم؟ نهار كبير هذا، والله يسهل عليكم ويعني قدام الرجال. سلاو الكلمات وكمل. سلاو الكلمات في اللايفات، تنبقاو نهضروا جوج سوايع ثلاثة سوايع ما تنحبسوش. دابا اش غنقول لكم؟ والله يعني الله يطول لنا عمركم، وكنشكر. وكي جاكم داك الفيلم ديال وجع التراب. وجع التراب. تحيه للاصدقاء المغيبين، تحيه للحافظ وميلود والزوجات ديالهم. كذلك باقي ان شاء الله الايام كلها، ونجمعوا كاملين ولماذا نجمعوا عند جمال، غيدير واحد الصداقه حتى هو ان شاء الله، ولا شي حفيله هذا دير لك الفران ديال العواد، وقلت لها داك قلت لها راني مشهي المغرب في هذيك الفرات ديال الطين. ها واش دير راسك بدوك العواد كاملين؟ جا مره بدا تيقطع دارهم مقرط. لا راه جاني المنشار ديال الاسم، جاي حق ان شاء الله المنشار ديال الضوء ديال الليسانس. فات ما كاين غا دفع شعل العافيه بالليل ودفع عليها ربنا طيب. باش تبقى شي ساهله شي ساهله. المهم حنا انا وياك راه اللي جاي يدفع الباب ويدخل، فهمتي؟ قطع ولا دبر راسك. ولا نقفوله انا باش تجي عندي غسالة واحد يكون غا عندي انا. نبقى نقصو. انا نبقى نقصو. انا نبقى نقصو. الكوزينه ديال هذا على قبلك. واخا سيدي.
واخا سيدي المهم الخوت غير كنضحكوا صراحة هذا مجمع الخير المتابعين هذا حكي بغينا نشارك معكم هاد كاسترو كتبان لهم الطبلة المتابعين بان لهم البغرير المنوي كتبان لهم شوفوا كلهم شاريين غير هذاك شاريين غير هذاك شمروا على مزيان ماشي هذاك التيب هذا هذا سايتو هذا الشيء انتم ما غاديش تاكلوا معنا حنا كلينا حطوا هذاك واش انتم هذا الطبلة هذا الطبيطات شوف واو 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 بالنسبه للزيت البلديه بزاف الناس اللي جاوا مع الزيت وهذه فرصه باش اننا نشرح لنا الزيت الزيت حتى لو مصطفى واحد القنطار ب 26 ريال وطحناه عطانا 21 تاع قنطار وما قلنا له واش ليه غندير عليهم والله لا ما كنتش شوف وغنشرشمهم كنت شي بواحد الصور على ان شو وليت براني وليت وليت براني بغيت الزيت انا واخا سي كمان هيا اسمعوا شوف القضيه ديال الزيت اصلا ما كانوش 5 درهم عندي حتى انا بحال هذيك اللي نتفات علينا انا مشيت هذاك الدري 70 كمل 70 كمل انا مشيت عند واحد الدري 15 مليون فيه هو يقولها لي قلت له اصلا ما نقدر باش نمشي نديه باش عندك ما خلى ما تقيس والو دوزيام بابا هكا يسرا دوزيام بابا العام جا نجريو الشجر ديالنا وديك الساعة الشاي يا قاسي قال لك ما تخيش معنا وديك الساعة كمال ما نقدروش نجريو حتى هنا اسمع شكرا هذا اللي غيعطي الكرام ديالنا راه كيتسقى دابا وديك الساعة نوريكم الكرواسون جاك فلوس جاك فلوس العام جاي واش يكون اللي عطاني شوية الزيت وشوية الزيت تقول لي عطاني شوية الزيت وانا نمشي وانا نبدل جيب شي قنطار ونقسمو انا ومصطفى جابوا شي 21 درهم ما تجمعش الناس قبل لا تخلي ندير الكاسكو ديال مصطفى انت غاعاود الناس ما تجمعش الناس
الناس يجيك معاه العشاء اكثر العشاء. شوف انا البارح سمعت 8 وجبتني 20 وين الخوت؟ النهار الاول انا وحسن هي جبنا تمر بزاف بالفرحه حنا نضربو 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 ضربو يدينا رجلينا عينا رقدنا مع شي سبعه ضربتنا فايقه مع الوحده تسحب لنا طلع الصباح لقينا يلا الوحده رقدنا شويه عاوتاني يلا الثلاثه وما وصلت هذيك الساعه ديال الصباح يا المتابعين حتى خرجت لينا الحلبه بحال الله الله يستر شاد علينا في السيلون اقسم بالله كنت حزانيه الجوج ديال اللي تقول بنتي ردي عار الله يردي ما تقدرش تفيقي تتنعس الثلاثه وتفيق حتى 9 ل 10 طلع لي الحزن دابا بقى لها تخرج تحدى الوجه كده شويه كانوا دا والله فيديو الخوت خيركم داركم وحقكم في الجنه بغينا نشاركوا معكم هذه الاجواء اللي كنعيشوا هذا لان عارفين ان الجمال قرب عندنا هنا واكيد كنتلاقاو في القهوه كنتلاقاو في ديورنا وكنا نزرعوا اللوبيات فول 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 فهذا كان هو الفيديو اكيد ما غاديش نخبروا عليكم انتظروا الفيديوهات واللايفات قادمه ان شاء الله شكرا لكم على المتابعه باي باي عليكم تهلاو في نفسكم تسلموا عليكم.